كل كلمة على الزمن. وعشان كده في ريبورت او هيموليسيس في الانف
من الناس مؤكد الحقيقه بتاع الدبسون حاجه يونيك، هو في انتي بكتيريال اكشن وده برو انهبيشن اوف ذا فوليك اسيد باث واي. هو باي ذا واي بكتيريو ستاتيك وليه انتي انفلاماتوري اكشن. الانتي انفلاماتوري اكشن دي هي اللي بتستخدم في الدرماتولوجي. انا مش هخش كتير في الكلام ده، بس الدبسون بيحب النيوتروفيل، اعرفك كده. الدبسون ده بيحب النيوتروفيل. فانهبت النيوتروفيل اديل تو ذا باسور انفيريوم انتجرين وبيجنريت فاير لايف جينيتر وبلس امبيرنج النيوتروفيل كيموتاكي. لو نعرف ان هو امبير النيوتروفيل كيموتاكي. وبتنهبت الليكوترايين بي 4 بايندينج وانهبت الانزيم اللي اسمه ميروكوليكسوديز وده موجود في النيوتروفيل والانزيموفيل. الدبسون وكأي دراج برضه نعرفه ان ليه اف دي اي ابروف انديكيشن واوف ليبل انديكيشن. الـ FDA approved indications في جيل اثنين الليبروسي والدي اتش. طيب يعني بداية الأسئلة يعني انيوميريت ذا مايكروبكتيريال سكين ديزيز عشان لعدم تضييع الوقت. المايكروبكتيريال سكين ديزيز هما ايه؟ مايكروبكتيريا ليبري اللي هي بتعمل ليبروسي ومايكروبكتيريا توبركلوزز اللي هي بتعمل ايه؟ كوتينيوس توبركلوزز والاتيكال مايكروبكتيريا. كل واحده من دول حكايه. الدبسون ده بيعالج الليبر. بالنسبه للليبروسي لازم نعرف الليبروس سبيكترم، الليبروس ده ليه سبيكترم. وفي حاجه اسمها بوستي باسيلري ليبروسي وفي حاجه اسمها مالتي باسيلري ليبروسي. ودي ليها علاج ودي ليها علاج. ولازم نعرف الليبرا رياكشن او الليبروسي رياكشن وعلاجها. وفي حاجه لازم نعرفها اسمها سليل سمير. اوكي؟ بالنسبة للدي اتش، الدي اتش ده معاه حاجة اسمها انتروب، حاجة اسمها سيليا انتروب، وطب الدبسون دي بقى تب الدبسون. الدبسون دراماتيكال امبروفز السكين ليزنز، انما ملهاش تأثير على جلوتين او سيلياك انتروبين. دي مهم يعني سيلياك. طب نعمل ايه؟ السيلياك انتروبين دي بتتعالج بالجلوتين فري دايت. ده وجدوا ان الجلوتين فري دايت دي بتقلل الدوز بتاع الدبسون وبتحسن السيلياك انتروبين وايفن ريفنت اجينست السيلياك لينفوم. فدي يعني بايت كده وين؟ احنا قلنا شويه اسئله. يبقى عرفنا ان الدبسون ده انديكيتد في تو ديزيزز اونلي دي اتش والليبرز. الاذر انديكيشنز دي كلها فيما يلي اوف ليبر نوت اف دي ابروف. امال معتمد على ايه؟ معتمد على كلينيكال ترايل مجتمعة على سم كيس ريبورتس واكسبرت اوبينيون. بتشمل ايه؟ البولس ديرماتوزز او كرونيك بولس ديرماتوزز او تشايلد هود، البولس ارابشن او اس ال اي، والاريثيما الفيتام بايوتيكا. يعني انتوا شاطرين كل واحد من دول يعني هي جدا الامراض كتير. فيعني يا ريت نعرف البيزك او الكي فاكس بتاع كل واحد. انا مش هعمل
رسالة ماجستير على اقليم الار جي اي الدرماتولوجي. انا عايز اعرف الكي فيتشرز بتاع كل واحد بحيث ان انا لو سالت تعرف ايه عن كل سيربشن او اس ال اي اجاوب. مش هحكي له حكايه الاس ال اي. الارثيما الفيتام دايوكت بيستخدم في علاج الاوتو ميون بولس الفطوز زي بولس الفجاي الفيرفيك الفنجالس والسابرونيا الباستر الفطوز. بيستخدم في الباسكولايتس اللوكوسايت بلاستيك والابتكاريا. ولازم اعرف الابتكاريا الباسكولايتس دي سؤال صغير والفرق بينها وبين الابتكاريا لو خدت بطولك. طيب النيوتروفيليك للماكروزينس ده سؤال لوحده. انا هو اللي هما البايوريماجينجيروزم البيسل ديزيز والاميون فيبريال نيوتروفيليك للماكروزينس. على فكره لما تحفظ السويت سيندروم ده اللي هو اميون فيبريال نيوتروفيليك للماكروزينس ممكن تجيب الكلينيكال بيكشر بتاع الديزيز ده. اميون وفي فيبر وفي نيوتروفيليا و يعني ما تصعبش المسائل على نفسك. يعني احتاج انك تحاول تعرف في حاجه لاي كتير في فيتشر بتاعك. يعني السورايزن انا لو ما عرفتش الكيبنر فينومينا وما عرفتش الاوزبت ساين هسال في البيولوجيكس مش هينفع. زي الاسكيبي ده لازم اعرف يعني ايه برضه. يعني ايه برضه؟ وانواع التايبس اوف سكيبز وعالج السكيبز ده ازاي؟ او تدريب مثلا. في بقى بعض الديزيزز الثانيه زي السب اكيوت كوتينيوس ان دي اي. على فكره الان دي اي زي ما انتم شايفين عمال نذكر كتير النهارده. ريلابس الكوليكوندرايتس جرانيروما انيوراري. جرانيروما انيوراري دي على فكره من التوبكس المهمه جدا. فانيكيورايتس جرانيروما فاشيالي جرانيروما كوستروزيشن. حد عارف ونعرف يعني نعرف بالمره السب تايب كوستروزيشن والنيو تريتمنت بتاع الروزيشن والباسلر سورايزس والنوديولوسيستيك اكت. اي دراج اي دراج دي ابسوليوت كونترا انديكيشنز وريلاتيف كونترا انديكيشنز. ابسوليوت يعني اي ويل نوت يوز ات. ريلاتيف اي كان يوز ات بات كوشسلي. الابسوليوت ان انا عندي براير هيستوري اوف سنسيتيفيتي تو دابس او هيستوري اوف هايبر سنسيتيفيتي سندروم. الهايبر سنسيتيفيتي سندروم ده انا هجيله وحاجه مهمه جدا. في ناس بتسميه حتى حاليا التريس سندروم. التريس. طب الريلاتيف كونترا انديكيشن الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز الالرجيك والسلفونامايد انتبيوتكس. واحد عنده سيجنيفيكانت كارديو بالمونري ليفر او رينال ديزيز او في اكزيستنج بريفرال نيوروبا. هو لازم نعرف على فكره البريجننسي كاتيجوريز للدراج. يعني ايه كاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C وكاتيجوري D وكاتيجوري X. حد يعرف اكزامبل البريجننسي كاتيجوري X؟ ايزوتريتينوين وفالينوماين. ده بريجننسي كاتيجوري C يعني تو بي يوز بوش ديفارت ومش معروف اذا كانت بارتنر ولا الانفورد بيه. فاكرين نبيل بيقول على استعمل الكوريك اسيد مع مين؟ ميزوتريكسين. خلاص؟ فاذا انت قررت تدي واحده بريجننت ليدي دابسون هتديها 5 مللي جرام بير دي. ثرو اوت بريجننسي. على فكره بالمناسبه في
كذا ايشوز استعمال الفوليك اسيد مع الميثوتريكسين. في ناس بتديه يوم بعد خلاص، وفي يعني والدول والبليدو يعني، انما خلينا في الستيكنج للبليدو. في ريبورتس ان استخدامه في الثيرد ترايمستر نتج عنه هيموليسيس او نيم ريتال هيموليسيس، ودي ريبورتس. السرعه دي كويسه ولا مسرعه؟ ماشي كده يا اخي، الدنيا لازم تتاخد بالاداب. طيب لازم نحدد لما نيجي بالدراجه في موضوع كتير جدا، حاجه بتاع 200 صفحه اللي هو الادفيرس دراج افكت. انا عشان لازم اعرف الفارماكولوجي ليه؟ لان ده دوز ريليتد، وما دام دوز ريليتد يبقى بريدكتبل. انا اتوقع السايد افكت. هي المشكله في الايدوسينكراتيك افكت. يبقى احنا النهارده هنروح عندنا واجب كتير جدا، نقول يعني واجب جامد. هنراجع ايه؟ المايكروبكتيريا ديزيزز من باب دي فرصه اقوى كده لو بس كبير. احنا بنتكلم على الدم سنه رايح و نص المنهج النهارده. هنراجع النهارده لما نروح المايكروبكتيريا كلها من بابها، وهنعرف الميكانيزم والاكشن في الدراجز، ونعرف يعني ايه فارماكو كاينيتك وفارماكو دايناميك. الدبسون نال ادفيرس افكتس بتاعته يا اما دوز ريليتد يا اما ايدوسينكراتيك. الدوز ريليتد اللي هي الفارماكولوجيك دول هم اثنين دوز ريليتد. يعني انا اتوقع ان انا كان بريفنت ايه هما؟ الهيموليتيك انيميا والميتهيموجلوبين. طب ايه الايدوسينكراتيك دي؟ ممكن تبقى في بعض الاحيان الهيموليتيك برضه انيميا، يبقى والميتهيموجلوبين ممكن تبقى دوز ريليتد وممكن تبقى ايدوسينكراتيك. طب الباتيس سايد افكتس بتاع الدم ممكن تعمل هيباتيتس، بون ستاتيك جوندس، هايبر ازومينيميا، والدبس هايبر سنسيتيفيتي سندروم. كل واحد بيشتغل جلد لازم يعمل السندروم ده. كل واحد بيشتغل امراض جلديه لازم يعمل، قد يصطدم بيه في حياته او قد لا يصطدم بيه. اسمه دراس او دبس هايبر سنسيتيفيتي سندروم. بيسموه فيفث ويك هايبر سنسيتيفيتي سندروم. فيفث ويك هايبر سنسيتيفيتي سندروم، ادي اول خلاص اكتبه. ريب معايا. ثانية رياكشن موربيدي فيرم او موربيدي فول اوبشن ريزوديرما. وشو يعمل ايه؟ ايه التاني ده؟ اللي هو توكسيك ديرمال نكرولوجي. على فكره لازم التوكسيك الديرمال نيكروسيس ده يتفرق من ايه يا اساتذه؟ ها؟ ستيفن جونسون. ايوه من ايه؟ ستيفن جونسون. نعم؟ من ستيفن جونسون. من الفور اس. ايه هم الفور اس دول؟ ستافيلو كوكال سبوز ستين سندروم. خلاص ده نعملهم جنب. يبقى انا مروح احط التوكسيك الديرمال نيكروسيس على جنب، والفور اس سندروم ده على جنب. ممكن يعمل دفن انيتيشن، ممكن يعمل بريفرال نورالجيز او سايكوز. وعشان كده في المونيتورنج بتاع الدفن بنخلي بالنا من البريفرال نورالجيز. الهيموليتيك انيميا از ا دوز ريليتد ادفيرس افكت
which is more common في الجلوكوز 6 في الادرينالين وبتحصل نتيجة الهيدروكسي ميتابولايت اوف دابسون. احنا قلنا الدابسون يا جماعة بيبقى ميتابولايت ازاي؟ ثرو اسيتيليشن او هيدروكسيليشن. الهيدروكسيليشن بتاع الدابسون هو اللي بيعمل الهيموليتيك انيميا. الميتهيموجلوبينيميا، الميتهيموجلوبينيميا ده برضه دوز ريليف يعني فارماكولوجيك افكت. ومانيفستد ازاي بالميتهيموجلوبينيميا ده؟ العيان بياخد دابسون ويجي له سيانول. يبقى سيانول وبيجي له ديسون. طيب هما وجدوا ان هما حاجتين الحقيقه، الميثيلين بلو والانترابين از ذا فيرست تشويس تريتمنت، وجدوا ان السايمتيدين از ذا اذر اوبتيرن. السايمتيدين اللي هو التجمل. نخش بقى على الكابتن الكبير اللي هو الفيف ويك سندروم او الدابسون هايبر سنسيتيفيتي سندروم او دريس. ده از سيفير فيري ريري ايديوسنتريك ادفيرس افكت. مانيفستد بفيفر وكوتينيوس ايرابشن رينجينج فروم ماكيو بافر ايرابشن تو توكسيك ايبيديرمال كرون. على فكره احنا كلنا لازم نعرف ان الاريثيما مالتي فورم دي سبيكترم، بتبتدي بالاريثيما مالتي سبيكترمز كتير في الجلد، بتبتدي بالاريثيما مالتي فورم ماينور وتنتهي بالتوكسيك ديرماتولوجي. وسطهم الستيفن جونسون. انا لازم اعرف الفروق بين الثلاثه دي بصوره واضحه في دماغي. ريفرال زينوفيليا وهيباتيتس مع تو فيشر، يعني اما كل ستاتيك يا اما نتيجه الفاتو سيلولار فايبروز. في ريبورتد دكس او في ريبورتد دكس، والعلاج سيستميك سترويد. يبقى لا ننسى الدابسون سندروم. طيب في كل دواء، لا انسى الدراج انتقالي، ولو ما بعرفش احفظ احط الدراج انتقالي دي ورقه تحت مكتبي او ابص على الكمبيوتر عشان اسهل. يعني بالنسبه لطالب بينا مين اللي بتعمل كومبلكسين، انا بالنسبه لي اهم تو دراج انتر اكشن بالنسبه للميثوتريكسين دوايين، قد يقولهم السبترين والاسبرين. كفايه قوي، اي حاجه ثانيه هكتبها احاول ابص. ده الميثوتريكسين عشان بس يبقى المواضيع كلها متقفله مع بعض. طيب ما هو الدراج ده اللي هيبقى على فكره بالمناسبه الدراج انتر اكشن، في دراج انتر اكشن، في دراج انتر اكشن، وفي فود دراج انتر اكشن، وفي جريب فروت دراج انتر اكشن، وفي توبيكال دراج انتر اكشن. اوكي، وفي توبيكال يعني يبقى ابزورب سيستميك. ده من الموضوع يعني ده ثاني. بس باي ذا واي الموضوع الحضره اللي جايه دي بعد اذنك ده يتحضر عشان السي ام اي اللي جايه بعد اذنك، عايزين السي ام اي اللي جايه يكون فيها الموضوع الانتر اكشن ده بعد اذنك. بس دي ساعه ماشي. طيب لا طب الدراجز اللي بتقلل
الدور بتاع الدرس بالتاكيد هتقلل الافكسي اكيد. طب ايه الدرس اللي بتشتغل على وتقلل الابزوربشن؟ هما اثنين الانتاسيد والبروتييز انهبيتور. على فكره الاتش اي في درايز دي خناقه، انما اللي احنا اللي على قدنا كده البروتييز انهبيتور. يا ريت يبقى حد بعد كده وانا مستعد بعد كده انا اقول الانتي ريترو فايرال دراجز. حكايه كبيره جدا، بس هنبتدي قبل ما نقول الانتي ريترو فايرال دراجز نقول الاوردينري انتي فايرال دراجز بقى اللي هم الاسايكلوفير والحاجات اللي هي اللي احنا بنستخدمها. من ضمن الحاجات اللي بتقلل الافكاسي بتاع دابسون الاربعه دول اللي بيشتغلوا على الانزيم ده اللي هم الريفامايسين، الانتي كونفالزنس، الانكريزو فالفين، والاتش اي في دراجز. وعلى فكره دول كومن دراجز، يعني دول كومن دراجز. طب في حاجات بتعدي السيرم ليفل بتاع الدم، ودي طبعا بتخلي الدراج بوتنشال توكسيك. هما دوايين البروبينسين والانتي ايميتكس. في حاجات ادويه ممكن تزود الهيماتولوجيك ريسك الدم اللي هما السلفونامايد وشو الميثوتريكسين يا طارق باشا. الميثوتريكسين والترايميثوتين والبايلينزامين. يعني انا ما اديش نفس المعقول في الميثوتريكسين او لو اديتهم بقى ابقى فيري كوش. وما اديش نفس مع سلفونامايد من نفس الجروب. يعني ما عيان بتاع دكتور لاي سبب اروح عنده رين ريتراكت انفكشن والمزرعه فيها سيبتري انا اروح اديله سلفونامايد. بيحصل سنجستك او اديت انفكشن. في حاجات بوتنشيل الهيموليسيس والميتوجلوبينين، سلفونامايد، نيتروبروسايد، الانتي مالاريا اللي هو اللي انا هتكلم عليها بعد كده. صوروا ان اللوكال انستيزيس بكميات كبيره مع الدبس ممكن تعمل هيموليسيس. هو الدواء ده موجود في اذر على فكره. لازم نعرف هاو تو تريت بيديتريك ليبوس، ولازم نعرف المالتي دراج ثيرابي بتاع ال دبليو اتش او في البوسي باسيلري قد ايه وفي المالتي باسيلري قد ايه والديوريشن. طب الديوريشن في المالتي باسيلري حتى عارفها؟ سنه. ما هو على فكره في المالتي طويل وفي البوسي من 6 ممكن يخلصوا مع 9 شهور. ايوه ال other dose up to 200 ملي جرام بير دي، البيدياتريك دوز 1 to 2 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي. طيب احنا كلنا حضرنا محاضرات كتير على الاكل ونعرف دلوقتي ان في حاجه اسمها دابسون جيل، صح؟ سمعنا عنه؟ في حاجه اسمها دابسون جيل؟ انا ما اعرفش. 5% الدبسون جل ده از يوز از توبيكال تريتمنت اكني بيكوز ماي اريتيشن اوف دراي سكين اند بيرنينج. ولازم اخلي بالي ان انا لو استخدمته مع البنزاين بروكسايد ان هو ممكن يعمل يلوش اورنج ديسكاليشن اوف ذا سكين اند فيشيال بي. انبه العيان المحاضرات دي هتبقى نازله طبعا على السايت بتبقى
مسجله بس انتوا بتقولوا النورز. طبعتوا البيس لاين مونيتورنج. انا طبعا الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن واهتم بالنيورولوجي مع الدمس. اتاكد ان العيان ده ما عندوش نيورولوجي، ما عندوش بريفرال نورايتس. اللاب السي بي سي والليبر فانكشن تيست والرينال فانكشن واهمهم الجلوكوز 6. عيب قوي قوي ان انا ادي عيان دامسون ما اكون عامل له ما اكونش عامل له جلوكوز 6 فوسفيت. الفولو اب يعني انا ما بحبش الدوشه كتير دي اللي مكتوبه في اي كتاب، انما انا عايز اركز على ان يعني هتشوف الساينس بتاع البريفرال النيوروباثي والموتور والسي بي سي الكلام ده يتشوف. على فكره الهيموجلوبينيميا دي بتتقسم الى مايلد مودر وسيفير. ولو تطلع زي ما قلت لك هو طيب. قبل ما اخش على التيك هوم مسجز دي في شويه حاجات كده صغيره على الدابسون ده. الدابسون ده ممكن تلور الجلايكيتد هيموجلوبين ليفل، بيقلله. فده بتأثر مع المونيتورنج بتاع الدايبيتيك فيتس. طب خلي بالك دي مهمه من الكبد ومهمه جدا. طيب في حاجه اسمها وتفكر في اي دواء اسمها ريد فلاجز، العلامات الحمراء والاعلام الحمراء. الهيموليسيس ده تبص تلاقي العيان جوندس ممكن يجيله ديسم بتاع نيمولوجي. طيب يجيله ايه تاني؟ يجيله الاورال ألسريشن بتاع طارق باشا بتاع كيوس التركسيه. ده ريد فلاج. يعني ايه ريد فلاج؟ يعني لازم وقف الدواء فورا. الدابسون سندروم ده اذا ريد فلاج طبعا. طيب انا اروح البيت بايه؟ ان الدابسون هو 4-4 داينو دايتل 9 سب 4 ليه يونيك فارماكولوجي اكتيفيتيز. هو بكتيريو ستاتيك وانتي انفلاماتوري والانتي انفلاماتوري كتير. هو بيحب النيوتروفيل. احفظ ان الدابسون ده بيحب النيوتروفيل وبيستخدم في النيوتروفيلك للمفروزين. وهو ليه تو ابروفد انديكيشن عرفناهم بس اثنين الدي اتش والليبرز. وميتابولايز ثرو تو باث ويز الاسيتايليشن والهايدروكسيليشن. وهو اف دي اي والدي اتش والليبرسي. وهو كي كومبوننت فور كومبينيشن ثيرابي فور ليبرز. دابسون وركس ان اول او ا نمبر اوف نيوتروفيليك ديرماتوزيز على راسهم البايوديرما جانجلوزا من بيرسل والسويت سندروم. ويوسفل في الاذر زي اللينيا والبولس كرابشن او اس بي. وسايد افكت زي ما قلنا ممكن تبقى فارماكولوجيك او ايدوسينكراتيك. والبيشن شود بي سكرين فور جلوكوز 6 و 3 براير تو دريت. والمو رير اللي هو الدابسون سندروم ات مي بي كيس. وزي ما قلنا خلي بالك في الدي اتش الدابسون بدراماتيكالي امبروف الكونتينيوس دراماتيك في اور او تو ديز. انما ملوش افكت ايه على السيليك ديزيز. ومع جلوتين فري دايت بتعمل حاجتين، ممكن تقلل لي الدوز بتاع الدابسون وممكن تحسن لي الجلوتين انتروب. وزي ما قلنا اتز بريجننسي كاتيجوري سي. واشكركم على الحضور.
الموضوع اللي بعده اللي هو الانتي مالاريال اندرماتولوجي. هو الحقيقه الانتي مالاريال دي يعني احنا لازم نعود نفسنا على كتابتها لانها برضه دواء بيسموه اورفان دراج، دواء كده مهمل في الدرماتولوجي رغم انه دواء مهم جدا. احنا الحقيقه اللي بنستخدمه في الدرماتولوجي الهيدروكسيكلوروكوين ده اللي هو البلاكمينين. It is almost completely absorbed from the GIT والبلازما كونسنتريشن ستابيليتي بتبقى ريد within 6 weeks. وعشان كده علشان دي اول بوينت ان انا اتوقع ان الانتي مالاريال ده يبقى له ثيرابيوتيك افكت مش قبل شهر ونص من استخدامه، يبقى دي الفيرست بوينت. الانتي مالاريال ليها افينيتي، يعني ايه؟ يعني ليها افينيتي للسكن والريتينال سيلز. لقوا ان الكونسنتريشن بتاع الانتي مالاريال هو 100 تايم للريتن او السكين عن البلازما 200 مره. هي بتبقى اكسكريتد ان تشينج في اليورين وسمول اماونت كان بي اكسكريتد في البيسز والبريس ميلك والسلايفا والفاين. الانتي مالاريال دي ليها ميني ميكانيزم اهمهم انا بالنسبه لي ليها اميونو سبريسيف افكت وانتي انفلاماتري افكت وانتي بروليفريتيف افكت. والغريب ان في بعض الكتائب ليها انتي فايرال افكت وانهبت الثرومبوسايت اجريجيشن والريدكشن او فيتامين سي والليفل. انا اللي يهمني الحقيقه الثلاثة الأولين دول اللايف فلتريشن والإميونوم سبريسيف والأنتي إنفلاماتوري. نعم. هو ليه بنسميها أنتي مالاريا؟ ليه بيسموها أنتي مالاريا؟ هو عشان المفروض إنه بيعالج الملاريا. قول يا بني. لا لا بس هو السؤال يعني ليه بيسموها أنتي مالاريا فايروس؟ مع إنه مش شايف لها أي إنديكيشن هنا من ملاريا إتسيرف. لا ما هو حضرتك انها ليها استخدامات في الدرماتولوجي. وهنجي لها بقى اهي. الاف دي اي جلاله ادرو بالنسبه للانتي مالاريا دراجز دي مش بيعترف باستعمالها الا في ثلاثه ديزيزز. الملاريا والال اي والروماتويد ارثرايتس. على فكرة برضو دكتور طارق بيه ممكن يعني هو كل هو الدكتور مصطفى غطى النهارده ال اي احنا ممكن بعد كده بالتدريب نتكلم على كل حاجة من دول. مثلا الروماتويد ارثرايتس ده الروماتويد ارثرايتس ده مينلي سم ارتيكولار ديزيز وفي الروماتويد هاني انما الروماتويد ارثرايتس ده ليه كونتينيوس مانيفستيشنز. الروماتويد ارثرايتس ليه كونتينيوس مانيفستيشنز حتى بيسموها ايه؟ الروماتويد ارثرايتس ده لما تيجي تقريه يقول لك الارتيكولار تشينجز والاكسترا ارتيكولار تشينجز. الاكسترا ارتيكولار تشينجز اللي بتمنعها كونتينيوس زي الدرماتومايسايتس نفس الكلام. اوكي؟ فنخلي بالنا ان في كوتينيوس واكسترا اي ديزيز زيرو ديرما بيجمنتوزا ليها كوتينيوس وليها اكسترا كوتينيوس وهكذا. يعني نخلي فكرنا دايما في الحته دي.
طيب الـ LDE هو indicated الحياة كل فوق السيستميك لوبس في الديسكويد في السب اكيوت كوتينيوس لوبس وفي اللوبس بانيكولايتس. بص يا ماجد بيه ماجد بيه بص ادي بقى الاوف ليبل ديرماتولوجيك يوزز بتاعت الانتيمالايت. الاوف ليبل دي يعني مش موجوده في البامبليت بتاعتها انما كلها طيب بتستخدم في ايه؟ حاجات كتيره جدا في حاجات كتيره جدا في الفوتو سنسيتيفيتي ديسورد في الجرانيولومات ديرماتوليز في الليمفوسيتيك في البنايل ليمفوسيتيك انفيلد وفي البانكيولايت. طيب الجرانيولومات ديرماتوزز على الاطلاق على طبعا فالفوتو سنسيتيفيتي ديرماتوزيز وجدوا ان الانتي مالاريا مفيده في اربع حاجات السولار ارتكاريا والبورفيريا كوتينيا طاردة في البوليمورف اوف لايت ربشن وفي الدرماتومايوسايتس. الدرماتو كوتينياس فيتشرز اوف درماتومايوسايتس. حد عارف انيوميريت اكتب مش هنضيع الوقت انيوميريت الكوتينياس فيتشرز اوف درماتومايوسايتس قولي لي واحده. الهيليوتروم ريثيما ايوه وايه؟ الجدر الصايم مفيول ها وايه تاني؟ وفي حاجه اسمها شاول صايم. سولا الارتكاريا دي حاجه مهمه. ودي نوع من سولا الارتكاريا دي من انهي نوع من انواع الارتكاريا؟ ها؟ اي نوع؟ ها؟ فيزيكال ولا فيزيكال من نوع من انواع الفيزيكال لما تيجي تقسمي كده الارتكاريا. طيب بيستخدم في بعض الكرانيومز ديسورد في الجنرالايز جرانيوما انيولاري. جنرالايز جرانيوما انيولاري دي دكتور ماجد بيحبها قوي واخد بالك وليها انواع كتير. حد يعرف كان انواع من الجرانيوما انيولاري دي؟ ها واحد بس اثنين. طب يبقى هنذاكر التايبس. على فكره الجرانيوما انيولاري دي بتخش تحت ايه؟ انت كبيره اسمها نيكروبيوتيك disorder. يبقى نعرف يعني ايه النيكروبيوتيك disorder ونعرف التايبس او جرانيوما انيولاري ونفرق جرانيوما انيولاري من اذر نيكروبيوتيك disorders ازاي. وفي حاجه اسمها subcutaneous جرانيوما انيولاري ونفرقها من ايه؟ من الروماتويد ديوز. يعني انا عمال ارمي لان في ناس كتيره جدا هتمتحن دبلومات وماجستير وكل دي اسئله سهله على فكره وبيزي. يبقى الجنرال جرانيوما انيولاري السربيدوزز ده كل ما تلاقي نفسك فاضي ذاكر ذاكر. انا لا انسى لا انسى ان الامتحان دكتوراه فالسؤال ايه؟ ما طبعا سؤالي قول لي الاكسترا كوتينيوس مانيفستيشنز اوف سب كوتينيوس الاكسترا خلاص بمناسبه كده ها. فنخلي بالنا ده من الديزيز اللي ليها اكسترا كوتينيوس مانيفستيشنز. الليبروس ده ليه اكسترا كوتينيوس مانيفستيشنز كتير. الباس الديزيز اللي كان بيقولها الدكتور طارق ده ليه يعني يسيبك من ال وبالنسبه للبسل في حاجه اسمها كاستر تيست اعرف ناخد بالك يعني ايه كاستر تيست ده مش بيستخدم في السربيدوز وبيستخدم في حاجه اسمها انيور الاستريتك جاين زيل جرانجلوم. انا عايز معلش انا مش هقول حاجه على الديزيز ده انترستيشيال جرانجلوماتوس درماتايتس سجلوه ده هو وعرفوا لنا ايه الديزيز ده واول مره بعد كده قولوا لنا ايه ده؟ هتلاقي حكايات.
بيستخدم الليمفوسايتوما كيوتس والجسم. فاكرين الدكتور مصطفى الصبح لما قال لكم الفايف امز؟ فايف امز دي يعني سؤال شهير وماجد بيه عارف كده. سؤال الفايف امز لازم تعرفه. وبيستخدم في الكرونيك الفيمانودوزا في الايديوباثيك مانيكولايتس وفي اللوبس مانيكولايتس. عارفين انواع الفرايتيز اوف كرونيك سكويتي دي؟ يعني كتير يعني انواع هي الكلاسيفيكيشن الكبيره اكيوت سب اكيوت وكرونيك ونعرف يعني الماركرز بتاعت السب اكيوت وهكذا. السيرولوجي طبعا الدكتور مصطفى الصبح غطاها. السيرولوجي بتاعت ال اي دي ده اشكال لانها مش دايجنوستيك بس، لا ده بروجنوستيك. طب ممكن يستخدم في اذر درماتوزيز، ممكن يستخدم في الايروزن اورال لايك امبلانتس. طب حد يعرف يعمل يعني بالسؤال هاو تو مانج كيس اوف اورال لايك امبلانتس؟ ها؟ سيستم استرويد ايه؟ ها؟ بتحط حاجه توبيكال؟ في بيز ده وفي ممكن والعيان ده بيبطلوا اب فور مالجنسي ولا لا؟ ايوه والدكتور محمد دي نعم يمكن حالات كتير منها بتبقى سيمتوماتيك. بتشوف الكريتيريا الكلاسيك بتاعت اللايكن بلانس ممكن تلاقي جينيتال برضه يعني الاورال ميوكس مبرت وهو عنده يا باشا عارف عنده باترن الليس لايك وايتش الليشن اللي احنا بنشوفها دي وغالبا بيبقى سيستوماتيك وهو عنده وغالبا ما بيجيش اللي بيبقى منهم سيستوماتيك زي ما الدكتوره اتفضلت الاستيرويد واحيانا لما يبقاش متوفر دي موصوفه على فكره احنا بنستخدم الايروسول بتاع اثبات البرونكايتس يعني في بعض فلودي كازوت بيترش على الورا ميكس مبرين يعني السبري فورم عادي الميكرو ميكس بيترش على ايه الميكس مبرين طبعا ده ريماركتنج ان هو مش طبعا الموضوع بيختلف طبعا وفي حاجات في نيو اديشن ان ممكن الترولومس او التاكرولومس ينفع في الاورال لايك طبعا الاورال لايك ده شورت اورال كويشنز او يعني حاجه من الحاجات السهله اللي هي المبتعث بيحاول يساعدكم فيها. طيب انا عايز الفت نظركم للنيو انتيتي دي بتاع الفرونتال فايبروزنج الوفيشن اللي معانا على السايتس بتاع الاتساد بتاع عاصم والارب اكاديمي اوف درماتولوجي يعرف ان في حالات كثيره جدا الانتيتي اسمها فرونتال فايبروزنج الوفيشن والمين ستي اوف تريتمنت از ذا انتي مالاريا هو نوع من انواع السكنتريشن الوفيشيا اللي بتيجي في البوست من البوزل وبيبقى معاها لص اوف ذا اي براو المين ستي اوف تريتمنت از ذا انتي مالاريا والفينسترايد التو دراجز دول والريم والفوليكولار ميسونوزز النوع الوحيد اللي في البيمفيجاس اللي ممكن تديله انت ملاريا اللي هو البيمفيجاس كوليشنز واللوكالايز سكلوديرمال مورفيا والارتكاريال ماسكولايز انا عايز اعرف كلمه واحده في الكونترا انديكيشنز بتاعت الانت ملاريا is absolutely contraindicated في patients who are having retinopathy. ما يصحش ابدا ابدا ان انا ادي انتي مالاريال لواحد عنده retinopathy. والretinopathy دي ممكن تبقى في الدايابيتيك وهو مش واخد باله. فلازم هنشوف
قبل ما نبتدي ان احنا هنعمل اوفلاين اكزامينيشن. الريليتيف زي ما اتفقنا كل دول if I decide to use انما cautiously under supervision. خلي بالنا انتي مالاريا كان اكسسربيت سوايد واعرف اللي راح فيه انتي كتيره قوي في الكتاب اسمها دراج انديوز سوايد وفي حاجه زي ما قلنا في المصطفى الصبح ازاي افرق بين الدراج انديوز اللي ايه والايديوباثيك اللي ايه ده مهم جدا. الانتي مالاريالز بريجننس كاتيجوري سي طب افرض واحده حملت وهي وعندها اس ال اي وبتاخد انتي مالاريالز ممكن ما وقفش. استعمال الانتي مالاريالز في الدورنج لاكتيشن از كونترافيرسال الحقيقه بدل ما طيب ايه هم الفو انتي مالاريال دراجز اللي موجودين في السوق؟ الكينكرين والهيدروكسيكلوروكوين. معلش اجي على نفسي واحفظ الدوزز هحفظها ليه؟ لانها هتهمني. الكلوروكوين نقول 4 مللي جرام في الايديال بودي ويت. و اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين نقول 6 مللي جرام في الايديال بودي ويت. يعني افرض واحد 80 في 6 ب 480. انا هستخدم 480؟ اقول لهم لا مش هستخدم 480، هستخدم ايه؟ اقول لهم شوف الادفيرس افكتس can be avoided by observing the maximum daily dosage. لو هخلي بالي من الماكسيمم دولي دوزج دي I can avoid many of the adverse effects. ولو وجدوا ان ال irreversible retinopathy دي مش بتعتمد على الديوريشن ولا الكومنتيف دوز بس غريبه على الماكسيمم ديلي دوز. تصوروا يعني مش كامل في الدوز زي الميثوتريكسيت بتاع الطريق دي مش كامل في الدوز. انتوا عارفين الكامل في الدوز بتاع الميثوتريكسيت اللي كام دلوقتي؟ 4. وبتمونيتور بقى شوفوا ايه دكتور طارق انا بريح وراه ها في حاجه اسمها ايه؟ برو كولاجين عارفينه ده؟ النقطة الثانية smoking is associated with a poor response to anti-malaria. يعني العيان اللي عنده LE أو خلافه وهحطه على الأنتي-مالاريا عشان يشوت كويت سموكينج. يشوت كويت سموكينج. طب بالمرة بقى يعني إذا كان حد عايز يعني انترستد سموكي اندرماتولوجي بتخش على النت بس اوكي شوف السموكي بيعمل ايه في الجلد وحاجه تتم بقى الناس بتوع الاسيتك دي بقى ايه وموتو ايه والكامل لذيذ. شوف الادفيرس افكتس بتاعت الانتي مالاريا انا حاطط كلهم مهمين انما الاوبرا مقصوم والكوتينيوس والهيماتولوجيك والجاستروانتستاينال والكارديك والسايكاتري. احنا قلنا الانتي مالاريالز بتبقى ديبوزيتد في الريتنا 200 تايمز الليفل اللي بتوصله سيركيليشن. فنخلي بالنا من الريتنوم. نيجي بقى على الحته اللي كنت بقول لكم عليها سايد افكت. الديلي دوزج
الهيدروكسيكلوروكوين المفروض ما تزيدش عن 400 ملي جرام كل يوم. اعمل يوم زياده عن الشخصيه. فلافونيل 200 ما تزيدش عن وكلوروكوين 250. الكامينال دوز بتاع الهيدروكسيكلوروكوين 1000 جرام. البيشنت فاكتورز اللي بتؤدي الايه في الاولد ايج ولو كان في هيستوري اوفر ان اوفر. الكوتينيوس سايد افكتس بتاعت الانتي مالاريا عموهم ات كان انديوس اوف اكسسربيل سرايس. نخلي بالنا من الحته دي. والجي اي تي والسايكاتريك يعني هو ده الامتحان عندما كمحاضره بيبقى الواحد ممل لو يقعد يمر في الكلام ده. طب البيز لاين لازم اعمل اوكلر اكزامينيشن واللاب زي ما قلنا الجلوكوز يبقى جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ده بيتعمل في تو دراجز. ايه هما؟ الانتي مالاريال والنفس. الانتي مالاريال دي لان في حالات هيموليسيس ريبورتد مع الانتي مالاريال. الفولو اب موجود في كل كتاب انما الاوكلر سنويا لازم يعمل اوكلر اكزامينيشن. وبعد كده بعد خمس سنين السي بي سي والليفر فانكشن وكل الكلام ده اتراكت لا طلبها نبيل بيها. فهنسيب دي يعني هنختار حسب ما اقدرش اتكلم على الدراج انتراكشنز كده هنختار الدراجز المهمه جدا ونشوف بالراحه كده هنعمل فيها ايه. انت عايز الدراج انتراكشنز الحاجات اللي بتقلل الابزوربشن او بتقلل الافكس مع الانتي مالاريال الانتازنز. الحاجات اللي بتزود الابزوربشن وبتزود التوكسيسيتي اللي انا قلنا بيه سايكلوسفورين. تصور يعني انا لما استخدم السايكلوسفورين مع الانتي مالاريا انا اتوقع انكريز ريسك اوف نيفروتوكسيسيتي. دي نقطه مهمه جدا كلينيكال. البنسلامين بيقلل الافكتس. لو عملت كومبينيشن ما بين الهيدروكسكلوروكوين والكلوروكوين اتوقع انكريز ريسك اوف ريتينوبل لان ده سينرجيستيك او اديتيف افكت. طيب الكورتيكوسترويدز بتزود الريسك اوف مايوما. Conclusion, الانتي مالاريا يوز ان درماتولوجي انكلود هيدروكسيكلوروكوين اند كلوروكوين والدراجز دي ليها لونج هاف لايف وعشان كده دي اكونت فور ذا سلو ثيرابيوتيك بنفيت. انا قلت انا ما توقعش بنفيت من الانتي مالاريا قبل استعماله لمده شهر ونص. الاونلي ابروفد اف دي اي انديكيشنز ان درماتولوجي LE rheumatoid arthritis, absolute contraindications of hypersensitivity and retinopathy, chloroquine and hydroxychloroquine should not be administered concurrently because of the additive retinotoxic potential, anti-malaria being used for exacerbate psoriasis, cigarette smoking impairs the efficacy of anti-malaria and cutaneous AD. واشكركم.